السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة الموافق 16/11/2018، ويصادف هذا اليوم اليوم الأخير في مهرجان طيران الخليج. كما ترون نحن الآن في مكان الحدث، هناك ازدحام شديد على الشارع المؤدي للموقع، ونحن الآن في دوار بالقرب من جامعة البحرين. كما تشاهدون من حولنا كثافة العدد والحضور. سنوافيكم بعد قليل بلقطات من فعاليات المهرجان.
صوتها مريع. أربعة من الطائرات الحربية، صوتهم قوي طبعا، سرعتهم بعد سرعة مريبة، حاليا يقومون بالعرض. تشكيلات هوائية
الآن جاء دور الألوان، العرض الذي ينتظره الجميع. كما تشاهدون سحابة من الألوان الملونة أو من الدخان الملون. انطلق الألوان، انطلق الألوان. واو واو، جميل جدا. سقوط. Thank you.
قلب يسوون قلب. يسوون قلب قلب. هارت هارت اي لاف يو. واو. ياس واو. جمهور يصفق من كل مكان. ختام المهرجان يا جماعة. ختام. طبعا الأجواء ما شاء الله القلب كما تشاهدون. القلب علامة الحب.